نتعرف اليوم على بعض استخدامات ماثيماتيكا السريعة من خلال التعرف على الفانكشنز الموجودة فيها، أو يسموها built in functions. واحدة من هذه الفانكشنز مثلا sine of x، وهذه الطريقة كتابة الفانكشنز. هذه بتعطينا الفانكشن اللي هي الجيب، دالة الجيب. ممكن على سبيل المثال نقول باي على 2، فطبعا هذه بتعطينا النسبة اللي هو باي، فراح نشوفها كمان شوية زي هيك، ساين باي على 6 أو 5 أي شيء، فبتعطينا القيمة. طبعا لو كنا بدنا القيمة العددية فبنعمل توجيه للناتج انه يروح على الفانكشن ان اللي بيجيب لنا القيمة العددية له، زي ما شفنا قبل هيك. مثلا كوساين باي تساوي سالب 1، وهكذا كوساين باي على 3 بالشكل هذا. باي كبير، لازم تكون باي كبيرة كابيتال لتر، فبتكون بالشكل هذا. الباي نفسها لو عملنا هيك فبتطلع لنا النسبة اللي هي الباي هذه. كيف نجيب القيمة العددية إلها؟ فبنعملها باي، ندخلها في الفانكشن كأرجومنت في الفانكشن ان، فبيعطينا اللي هو النسبة هذه 3.14 تقريبا. طبعا ممكن احنا نزيد الدقة، نقول له مثلا ان بي اي 7 مثلا، فبيجيب لنا 7 ديجيتس بالشكل هذا. هاي عندنا صار في 7 ديجيتس، إذا بدنا 3 ديجيتس نقول له ان باي 3 مثلا بالشكل هذا. في فانكشنز كتيرة هان تستخدم، كل الزوايا التريجونومتريك فانكشنز. في عندنا مثلا absolute value function of سالب 5، فبتطلع مش بتطلع سالب 3 بتطلع 3. absolute value of 5 تطلع مثلا 5. square root of 16 بيطلع لنا بهذا الشكل، فهي بتجيب لنا الجذر التربيعي الموجب للارجومنت. ممكن الباي نفسها نكتبها كيف بدنا، نعمل كل الجريك لترز نحط قبلها، نضغط على اسكيب فبيطلع لنا 3 نقاط هذول ورا بعض، وبعدين نقول له باي او بي اي بالشكل هذا. بي تطلع لنا باي، ميو بتكون زي هيك مثلا ام يو، مثلا الفا نحط سكيب الفا بتجيب لنا هذه، سكيب بيتا فبتجيب لنا هذا، والباقي كله بهذا الشكل. الجذر التربيعي للخمسة ممكن نختار 5 ونظللها ونقول له كنترول 2، فبيطلع لنا الجذر التربيعي للخمسة. ممكن نحط أي شيء في داخل الجذر بهذه الطريقة. طبعا هان عشان ما بيطلعش عدد صحيح، فممكن احنا نجيب القيمة العددية تبعته، فتطلع 2.24 تقريبا بهذا الشكل. بالنسبة للفانكشنز ممكن نعرف فانكشنز زي هيك، مثلا نقول له f of x، وهان طبعا بالنسبة للx بدي اقول له يعني انه اي حد، اي عدد، الارجومنت تبع الفانكشن f اي عدد، بعدين بدي اقول له انه القيمة تبعته مثلا 1 ناقص absolute value of x، فبيعطينا function بالشكل هذا. هان بيعمل assignment، يعني احنا مش بس بنحط نخلي f of x تاخد قيمة لها بشكل جامد، لا نخليها حسب الارجومنت. فمثلا f of 2 بالشكل هذا بتطلع سالب 1، f of سالب 2 زي هيك. ممكن نعمل يعني functions بهذا الشكل، نعرف أي functions بهذا الشكل. بالنسبة للرسم
ممكن نستخدم plot مثلا sin of x، نقول له x تتغير من minus pi ل pi بالشكل هذا، فبتطلع لنا الرسمة تبعت الساين فانكشن. نفس الشيء بالنسبة للكوساين فانكشن، نعمل نفس الشيء، نقول له مثلا كوساين أو بلوت كوساين إكس، وإكس تتغير مثلا من ماينس باي ل، أو خلينا نقول من ماينس 3 باي لحتى 3 باي. طبعا لاحظوا إنه الفراغ هذا معناه الضرب، وإذا بدنا يعني ما نلخبطش بنحط ستار فبتطلع لنا عملية الضرب. مثلا نقول له plot tan of x x من ناقص أو من 0 لحتى باي over 2 بالشكل هذا، فبتطلع لي الفانكشن اللي هي التان فانكشن. وهكذا بنرسم أي فانكشن زي ما بدنا. طبعا ممكن ماثماتيكا بتحل معادلات بشكل قوي جدا، يعني على سبيل المثال نقول له solve مثلا معادلتين آنيتين اللي هو مثلا x ضرب y زائد 2 يساوي 1 and x تربيع زائد y تربيع. أنا ممكن نحط تربيع حتى بشكل العادي، فبنعمل كنترول 6 فبنعمل زي هيك y مع كنترول، نضغط كنترول واحنا ضاغطين على كنترول نضغط الستة تطلع زي هيك، نعمل هان يساوي مثلا 2. فبدي اقول له حل لي هدول المعادلتين في اكس وواي، اذا لهم حل فبيجيب الحل. فبنلاحظ انه هان بيعطينا حلين للمعادلة هذه، اما اكس بتساوي سالب 1 وواي بتساوي 1، او اكس بتساوي 1 وواي بتساوي سالب 1. حتى لو كان عندنا معادلات أكبر من يعني متغيرات المعادلات أكثر من هيك بكثير بتحلهم إذا إلها حل. برضو ممكن نعرف إحنا مصفوفات في ماثماتيكا، مثلا نحط مصفوفة اللي هي مربعة ثلاث صفوف ثلاث أعمدة، هاي الصف الأول أول حاجة القوس هذا، هذا القوسين هذول للمصفوفة ككل، بعدين في داخلها كل صف بحطه على شكل بين أقواس يعني 1 مثلا 3 5 2 4 6 مثلا 1 1 0. فهيك بتعطيني مصفوفة واسمها M ممكن أتعامل معها، حتى ممكن أكتبها على شكل ماتريكس فورم بالشكل التقليدي، فبتطلع لي بالشكل هذا. ممكن احسب الديترمينانت لهذا الفانكشن للمصفوفة بالشكل هذا، ممكن اجيب الانفرس ماتريكس الى ام فبتعطيني بالشكل هذا. طبعا ممكن اسميه الانفرس مثلا في مثلا بتساوي الكلام هذا، ممكن اكتب الفي بشكل مصفوفة عادية تقليدي بالشكل هذا فبتطلع زي. طبعا عملية الضرب المصفوفات نستخدم دوت مش الفراغ ولا الستار، دوت اللي هو M و V فبنحسبها بتطلع اللي هي الايدنتيتي ماتريكس، اذا الايدنتيتي ماتريكس فبالتالي هان ماتريكس فورم تطلع بالشكل الايدنتيتي ماتريكس، لانه ال V هي الانفرس تبع M. فبهذا الشكل ممكن نحسب الرانك، ممكن نحسب الرانك مثلا ل ماتريكس رانك ماتريكس رانك ل M فبيطلع لنا الرانك. فممكن نعمل عمليات كل عمليات المصفوفات بهذا الشكل. طبعا بالنسبة للستار هي للضرب 2 ضرب 8 ضرب 9 تطلع 18. ممكن لو عملنا 2 فراغ 9 هو بيعتبرها ضرب وبتطلع نفس القيمة.